تمكنت مصالح أمن أم دائرة عين الذهب بأمن ولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المركبات من دولتين أجنبيتين عبر ميناء مستغانم والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وشهادات أن تم كشف خيوط تزوير 16 ملف قاعدي خاص ب 16 مركبة من مختلف الأنواع فيما تم توقيف 13 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 24 و 58 سنة ينحدرون من ولاية مختلفة واسترجاع ستة مركبات كانت مسجلة بطريقة غير قانونية وكذا حجز 13 بطاقة رمادية مزورة 13 بطاقة تقنية تصريح بالبيع مزورة